استأنف مركز خدمة المواطن الرئيسي في مدينة اللاذقية تقديم خدماته المعتادة للمواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا. نحن اليوم كمركز خدمة مواطن باشرنا تقديم خدماتنا المعتادة للإخوة المواطنين بشكل طبيعي، وطبعا بعد إغلاق هذه الفترة كلها ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. طبعا سبق هذا الموضوع عملية تعقيم للمركز. الخدمات اللي رجعنا قدمناها هي الخدمات الاعتيادية، هي خدمات النفوس بالإضافة للغير محكوم والغير موظف، وخدمات الترخيص الإداري والفض الشمع، وخدمات العقارية والتنظيم. عم نحاول ننظم الدور بين الأخوة المواطنين وهالأساس كلها مشان ما يصير عندهم هذا التقارب بالمسافة بيناتهم، بالإضافة لموضوع أنه عم نستعجل بتقديم الخدمات مشان ما يطول فترة انتظارهم للمركز. الإجراءات جيدة والمحترمين جدا وتعاملهم أحسن تعامل. من خلال 10 دقائق كنت أخذ اللاحق معلم. عم نحاول دائما يعني نتبع الإجراءات الوقائية، يعني مثل ما شفتوا حضرتكم كمامات كفوف والناس عم تكون في بيناتهم مسافات. أنا اليوم مريت بس مشان طلع بيان عائلي، مشان موضوع شركة تكامل، مشان ضيف الأولاد، مشان موضوع بطاقة ذكية. ما شاء الله خلية نحل، يعني الموظفين حتى مديرة المركز ما عم تقصر، يعني طالعة فايتة، يعني عم تأدي بدورها كتير منيح.